وزير المالية عبد الرحمن راوية بأن مشروع قانون المالية جاء بناء على التطورات الاقتصادية الراهنة في العالم، مشيرا إلى اعتماد سعر مرجع ابتدائي للنفط يصل إلى 50 دولار، وهذا لثلاث سنوات القادمة. نظرا للتطور الحاصل في المحيط الوطني والدولي خلال السداسي الأول من عام 2018، ولأفاق توقعات الاقتصاد العالمي والإقليمي للفترة المعينة، فقد تم إعداد مشروع قانون مالية لسنة 2019 وإسقاطات سنتي 2020 و2021 على أساس تطورات المجامع الاقتصادية الكلية والمائلية الرئيسية التالية: سعر مرجع إجبائي للبرميل النفط الخام ب 50 دولار أمريكي لكامل فترة 2019-2021، سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 60 دولار أمريكي خلال فترة معينة، وهو السعر الذي يقل بنحو 5 دولارات مقارنة بتوقعات معظم المؤسسات الدولية، أي الصندوق النقد الدولي، البنك العالمي وغيرها.